مع بعض، هتحصلهم انكم مقفلين. بعد ما تقفل هتبدا تسحب اليد، هتبدا تسحب اليد على ورا. اهم ما في التمرين انك تثبت على الاقل من 5 إلى 10 ثواني، تثبت 1 2 3 4 5 وتفلت وتعيد ثاني. لما تجي تعيد لا تسحب قبل ما تقفل، لازم تقفل. ايوه، اغلب الناس لما تجي تقفل ترفع له كتفه على فوق، وهذا الغلط. تمام، الهدف من هذا الان مو هنا، الهدف هنا، لازم تركز انه هذه نقفل، بعدين تسحب لوحين الكتف على ورا، هولد او ثبات 5 ثواني وترجع 5 إلى 10 ثواني. طيب، الف هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه تسحب، الخطوه الثالثه ثبات. ثبات 1 2 3 4 5 وتفلت، تعيدها مره ثانيه. إذا عندك ألم في أكثر من منطقة في جسمك، ركز على موضوع الاستشفاء. إذا عندك مناطق كثير فيها آلام، كتف، رقبة، ركبة، أسفل ظهر، كل شوية يتغير مكان الألم، فاعرف إنه عندك مشكلة في كيفية علاج جسمك لنفسه. الاستشفاء عندنا 4 عوامل: عامل التغذية والموية، عامل النوم والراحة، عامل التوتر في زيادته ونقصانه، وعامل التمرين. لازم تعرف انت كيف تغذيتك وكيف شربك لمويتك، لازم تعرف انت كيف نومك وكيف راحتك، لازم تعرف كيف توترك في يومك، ولازم تعرف كيف جرعتك في تمرينك. هل انت بتتمرن؟ هل انت جرعتك عاليه في التمرين؟ او انك انت اصلا تمرينك مستوى منخفض؟ هذه 4 عوامل اذا انت عندك اكثر من منطقه عندك فيها الام، لازم نعرف هل انت استشفاء جسمك كويس، هل انت بتحافظ على هذه 4 عوامل او لا. اذا عندك اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الموضوع اكتب لي هو تحت في الكومنت.